في إطار اهتمام السلطة المحلية بالجانب الثقافي والأدبي، دشنت بمدينة سيئون بوادي حضرموت فعاليات أسبوع الأديب علي أحمد باكثير. يعد باكثير من أبرز القامات الأدبية التي كان لها الفضل الكبير في انعاش الحركة الأدبية والثقافية ليس في اليمن فقط بل وفي الوطن العربي، ولذلك لدى باكثير سهامات كبيرة ومتعددة في هذا الجانب. الفعالية التي نظمها مكتب الثقافة بالوادي والصحراء ابتدأت بمعرض لصور ومؤلفات الأديب علي أحمد باكثير التي تؤكد جميعها على غزارة إنتاجه الثقافي ومدى ما تزخر به المكتبة العربية من مؤلفات شاهدة على بصماته الواضحة. الأسبوع يتضمن العديد من الفعاليات، منها اللي هو هذا المعرض اللي تم اليوم افتتاحه من قبل الأخ الوكيل عصام حبريش الكثيري والوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي. يحتوي طبعا على أكثر من 60 صورة للأديب علي أحمد باكثير في مختلف محطات حياته. تأتي هذه الفعالية لتحريك الركود الثقافي التي تشهده محافظة حضرموت، كما تعد احتفاء بالذكرى 106 لميلاد الأديب باكثير وتدشين للأنشطة والفعاليات الثقافية للعام الحالي. هذا الأديب الكبير الذي برز وأصبح نجما لامعا في العالم العربي والإسلامي وفي كل مكان، هذا العلم الذي ترعرع في حضرموت ونشأ بها وتعلم تعليمه الأولي لدى عمه العلام الكبير الشيخ محمد بن محمد باكثير. يسعى القائمون على الفعالية الثقافية إلى مد الجسور بين الأجيال، كما تهدف بحسب القائمين عليها إلى تعريف الجيل الحالي بإنتاج الأديب الكبير باكثير تجسيدا للموهبة التي يتمتع بها واحد من أهم أدباء العالم العربي في القرن الماضي. حداد مساعد، قناة بلقيس، مدينة سيئون، حضرموت. Thank you.